السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة جديدة من قصص سرد القرآني. القصة ديت هنتكلم عن لقاء الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي الحلقة رقم 1 من هذه القصة. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الجن والشياطين يسترقون خبر السماء بتسلقهم فوق بعضهم، ثم أصبحوا يضربون بالشهب وامتلأت السماء بالحرس الشديد لمنع الشياطين والجن من استراق خبر السماء. كما جاء في سورة الجن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. أراد الجن والشياطين أن يعرفوا السبب، ما هو السبب الذي وراء منعهم من تسلقهم إلى السماء لاستراق الخبر باستماعه منها والشهب التي تضربهم من كل مكان. فقالوا لبعضهم: ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا أمر حدث في الأرض، يعني ما حصلش كده إلا أكيد حاجة حصلت في الأرض. فاضرب شرق الأرض ومغاربها وتبينوا سبب حدوث ذلك الأمر بامتلاء السماء بالحرس الشديد والشهب التي تضربهم من كل مكان. وصل نفر من الجن إلى وادي نخل. وادي نخل يعني في خريطة توضيحية لمكة هنا والطائف، وادي نخل هو مكان وادي يقع ما بين مكة والطائف هنا تقريبا. وادي نخل كان مكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ويقرأ القرآن، فاستمع نفر من الجن للقرآن كما ورد في سورة الأحقاف. طبعا عند استماع الجن النفر من الجن للقرآن وذهابهم لقومهم كما ورد في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إن شاء الله بإذن الله هنعرف الحلقة رقم 2 الحلقة القادمة لماذا ذكروا كتاب موسى ولم يذكروا سيدنا عيسى. هنعرف كيف طلب الجن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم القرآن وأين قابلهم. هنعرف أشكال الجن التي تشكلوا عليها للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء مقابلته لهم. لا تنسونا من متابعة والإعجاب والمشاركة والتعليقات المفيدة. Don't forget us, comments, follow us, like, share. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة رقم 2 من لقاء الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقفنا في الحلقة السابقة عن قلنا لماذا ذكر الجن كتاب موسى ولم يذكروا كتاب عيسى، كون سيدنا عيسى قبل سيدنا محمد بالترتيب. السبب قال بعض المفكرين الإسلاميين أن هذا يرجع إلى أن الجن كان على الديانة اليهودية وقت سمعه لتلاوة رسول صلى الله عليه وسلم في وادي نخل،
وكانوا من مدينة نصيبين. مدينة نصيبين على خريطة توضيحية للمملكة العربية السعودية مكة، وهنا الطائف، وادي نخل الذي كان به الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويصلي الفجر ويقرأ القرآن. وفي وقتها استمع نفر من الجن له أثناء قراءته للقرآن. نصيبين بقى ديت مدينة تقع في شمال العراق، في شمال العراق، هنا تقريبا. تخيلوا المسافة بين نصيبين ووادي نخل قد ايه. بعض اسماء الجن الذين استمعوا للقرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوردها ابن حجر هم زوبعة، وكان اسم سيدهم حامد ابن محملان، وهو من ذهب لقومه وأخبرهم، عثيم لحقم عرفطة. وهذا بعض أسماء النفر من الجن الذين استمعوا للقرآن الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تابعونا في الحلقة رقم 3 نعرف إيه اللي حصل بعد كده. لا تنسونا من المتابعة الإعجاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة رقم 3 من لقاء الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي أنهم آمنوا بالقرآن الكريم. طلب نفر من الجن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلوه وأن يقرأ عليهم القرآن الكريم. قال النبي لأصحابه في مكة بأنه أمر في مكة بأنه أمر أن يقرأ القرآن على الجن. من يصحبه مكررها 3 مرات. فأجابه عبد الله ابن مسعود بأنه سيصحبه في لقائه بالجن. فذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل مكان اسمه الحجون، فانحدر عليه أمثال الحجل يحدرون الحجارة بأقدامهم، يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة دفوفها. الحلقة رقم 4 إن شاء الله هنعرف وصف عبد الله بن مسعود للجن، وهنعرف اللقاء الثالث للمرة الثالثة لقاء الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ادعمونا متابعة لإعجاب مشاركة تعليقات مفيدة. Don't forget us, follow us, like, share, explore, comments. لا يستفيد غيرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة رقم 4 من لقاء الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقابل الجن وأن يقرأ عليهم القرآن، صاحبه في هذه المقابلة هو عبد الله ابن مسعود. أثناء ذهابه للقاء الجن في مكان اسمه الحجون في المملكة العربية السعودية. طيب، وصف بقى عبد الله بن مسعود لأشكال الجن الذين قابلوهم هو ورسول صلى الله عليه وسلم. رأى أشكال الجن كأمثال النسور يضربون الدفوف وكانوا يلتصقون في الأرض. نيجي بقى للقاء الثالث مع الجن. التقى النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة مع الجن، وكان في صحبته الزبير ابن العوام، وكان مكان اللقاء في جبال المدينة المنورة. السبب لقاء الثالث مع الجن أنهم أرادوا أن يتعلموا الأحكام. في المرة الأولى استمعوا للقرآن الكريم في وادي نخل، هنا في المرة الثانية استمعوا لتلاوة القرآن وتعلمه في الحجون. في المرة الثالثة أرادوا أن يتعلموا الأحكام.
في الحلقة رقم 5 هنعرف وصف الزبير بن العوام لأشكال الجن اللي شافهم في المرة ديت، وماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معه لحمايته من الجن أثناء اللقاء بهم. ادعمونا، متابعة، إعجاب، مشاركة، تعليقات مفيدة ليستفيد غيرنا. Don't forget us. Follow us. Like. Explore. Share. Comments. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ذكرنا لقاء الجن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عبارة عن 3 مرات. المرة الأولى قابله في وادي نخل، وكان استماعهم للقرآن الكريم في وادي نخل. المرة الثانية في مكة، وأتوا ليتعلموا تلاوة القرآن الكريم. في الحلقة دي هنعرف الرواية بالتفصيل. روي عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أتلو القرآن على الجن، فمن يذهب معي؟ فسكتوا، ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله. فانطلق حتى جاء الحجون عند شعب أبي دب، فخط علي خطا فقال: لا تجاوزه. يعني رسم الرسول صلى الله عليه وسلم خط لسيدنا عبد الله بن مسعود وقال له: لا تجاوز هذا الخط. ثم مضى رسول صلى الله عليه وسلم وأكمل السير إلى الحجون، فانحضر عليه أمثال الحجل اللي هم الجن، يحضرون الحجارة بأقدامهم، يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة دفوفها، حتى غشوه فلا أرى، لغاية ما الجن غشى على رسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يستطع عبد الله بن مسعود رؤيته. فقمت فأوحى إلي بيده أن أجلس، يعني قلق على الرسول صلى الله عليه وسلم لما الجن غشاه لدرجة أنه لم يستطع أن يراه منهم. فلما حس الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقوم أشار له أن يجلس مكانه، فقال: فقمت فأوحى إلي بيده أن أجلس، فتلا القرآن فلم يزل صوته يرتفع، ولصقوا بالأرض الجن كانوا فوق الرسول عليه السلام ويغشوه، فاستمر بتلاوة القرآن إلى أن لصقوا بالأرض حتى ما أراهم. فلما إن فتل إلي قال: أردت أن تأتيني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن مسعود: يعني أنت كنت عايز تجيني؟ قلت: سيدنا عبد الله بن مسعود قال: نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك، هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن ثم ولوا إلى قومهم منذرين، فسألوني الزاد فزودتهم العظم والبعر، فلا يستطيبن أحدكم بعظم ولا بعر. يعني الجن قال له الجن جم عشان يستمعوا للقرآن ومشوا لقومهم ينذروهم بالقرآن الذي سمعوه، وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد يعني الطعام، فكان المكان به عظم كثير وبعر، وكان مكان يعني مكان زي ما نقول مهجور أو مكان خارب، يعني يكون فيه الفضلات من الطعام ومكان مهجور. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا استطيبن أحدكم بعظم ولا بعر. ودي كانت رواية بالتفصيل عن اللقاء الثاني، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن. وفي هذه الحلقة طبعا ديت الحلقة رقم 6
من لقاء الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة القادمة سنقول رواية أخرى لعبد الله بن مسعود، رواية تفصيلية أكثر تفصيلا من هذا، في اللقاء الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقاء الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسونا من المتابعة، الإعجاب، التعليقات المفيدة والمشاركة اكسبلور لأستفيد غيرنا، والتعليقات المفيدة. Don't forget us. Follow us, like, share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة رقم 7 هنعرف الرواية التفصيلية الثانية من اللقاء الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقاءه بالجن. من طرق هذا الحديث، الرواية الثانية بقى تقول: ثم انطلق أي ابن مسعود حتى قام علي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حق القرآن هو عبد الله بن مسعود يقول بقى: حتى قام علي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح القرآن، فجعلت أرى أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها. دي وصف بقى الجن عن طريق سيدنا عبد الله بن مسعود زي ما شافهم. وسمعت لفظا وغمغمة، صوت الجن، حتى خفت على النبي صلى الله عليه وسلم، وغشيته أسودة كثيرة، حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا يقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين. ففرغ النبي صلى الله عليه وسلم مع الفجر، من تلاوة القرآن مع الفجر، فقال بقى لسيدنا عبد الله بن مسعود: أنمت؟ قلت: لا والله، ولقد هممت مرارا أن أستغيث بناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول اجلسوا. فقال: لو خرجت لم آمن عليك. يعني عبد الله بن مسعود بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما نمتش، انا خفت عليك لغايه ما كنت خلاص هقوم استغيث بالناس، لغايه ما سمعت صوت عصاك وانت تقول اجلسوا. وطبعا وقال والتفت الرسول صلى الله عليه وسلم بيده لسيدنا عبد الله بن مسعود وقال له اجلس. فليه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده؟ ثم فقال: لو خرجت لم آمن عليك. بيقول سيدنا عبد الله بن مسعود بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو خرجت من الخط اللي رسمه له الرسول صلى الله عليه وسلم، لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم، ممكن بعض من الجن يخطفك اللي كانوا مع الرسول. ثم قال: هل رأيت شيئا؟ فقال: نعم، رأيت رجالا سودا مستنفري ثياب بعض، أو مستنفري ثياب. فقال: أولئك جن نصيبين. طبعا جن نصيبين اللي هي تقع في شمال العراق كما ذكرنا في الحلقات السابقة، اللي هم وفد جن نصيبين. وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم المتاع والزاد. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رمى لهم عظم، عشان هم طبعا بيأكلوا العظم وبيأكلوا المخلفات، وكانوا في أرض خرب. وكده كان الرواية التفصيلية الثانية من اللقاء الثاني مع الجن للنبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله في الحلقة رقم 8 نعرف اللقاء بقى الثالث للجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، واصطحابه أحد الصحابة غير سيدنا عبد الله ابن مسعود، وكيف وصف الصحابي الآخر لأشكال الجن. إن شاء الله تابعونا، لا تنسونا من المتابعة، الإعجاب، تعليقات، مشاركة إكسبلور، تعليقات مفيدة ليستفيد غيركم، وجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. Don't forget us. Follow us, like, share, explore, comments. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الحلقة رقم 9 هنتكلم عن المرة السادسة التي التقى الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قلنا في المرة الأولى خالص أنه لم استمعوا إليه في القرآن وأثناء تلاوته القرآن وهو يصلي الفجر في وادي نخل، والمرة الثانية عندما التقى بهم في مكة واستمعوا لتلاوة القرآن الكريم، والمرة الثالثة أتوا ليتعلموا الأحكام. إن شاء الله نشرح بالرواية التفصيلية باللقاء الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم بالجن. طبعا الجن قلنا اللي هم وفد منهم من مدينة نصيبين تقع شمال العراق، واصطحب رسول صلى الله عليه وسلم في لقائه الثالث بالجن صحابي الزبير ابن العوام. نقول بقى تفاصيل اللقاء الثالث عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه قال عفوا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة لصلاة الفجر، فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد، قال ذلك ثلاثا، فمر بي يمشي فأخذ يدي فجعلت أمشي معه حتى خنست عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض براس، فإذا رجال طوال كأنهم الرماح مستنفري ثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة حتى ما تمسكني رجلي من الفرق. يعني معنى الكلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر وقال للصحابة مين اللي هيصحبني الليلة للقاء الجن، فسكتوا فكرر الكلام ثلاث مرات فمفيش عدد، فتمشى بينهم وأخذ بيد الزبير ابن العوام، والمهم مشى معه لغاية ما مشى مع الليلة بقى في الليلة ديت لغاية ما جبال المدينة بعدت عنهم وراحوا الأرض فضاء، أرض مهجورة، فإذا برجال طوال كانهم رمح لهم أشكال الجن اللي راهم مستنفري ثيابهم من بين أرجلهم، فلما رأيتهم غشتني رعدة شديدة، جات له رعدة شديدة وقف حتى ما تمسكني رجلي من الفرق، ما عادش من رجليه ما عادتش قادرة تشيله، فلما دنونا منهم خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبهام رجله في الأرض خطا، فقال لي أقعد في وسطه، فلما جلست ذهب عني كل شيء. رسول صلى الله عليه وسلم شوف شجاعته شوف قوته، خط له خطوة بإبهام رجله لزبير بن العوام وقال له اقعد في وسط الخط ده، فلما قعد ذهب كل الخوف وكل القلق منه، ومضى بقى النبي صلى الله عليه وسلم لوحده لهم، وكان بيني وبينهم فتلا قرآنا رفيعا، قعد يقرأ بقى القرآن حتى طلع الفجر، ثم أقبل حين مر بي فقال لي الحق، فجعلت أمشي معه فمضينا غير بعيد، فقال لي التفت فانظر هل ترى حيث كان أولئك من أحد، فقلت يا رسول الله أرى سوادا كثيرا، فخفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الأرض فنظم عظما بروثة، ثم رمى به إليهم، ثم قال رشد أولئك من وفد قوم هم وفد النصيبين، سألوني الزاد فجعلت لهم كل عظم وروثة. يعني معنى الكلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بص كده وراك، فشاف قال له أنا شايف سواد كثير، فرسول خفض رأسه إلى الأرض وشال عظمه ورمى بها، فمعنى الكلام اللي هم بيأكلوا ده طعامهم، يعني لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إيه الزاد. إن شاء الله تابعونا لنعرف ماذا حدث بعد ذلك في الحلقة القادمة. شجعونا على الاستمرارية، لا تنسونا من المتابعة، الإعجاب، المشاركة، التعليقات المفيدة. Don't forget us, follow us, like, explore, share, comments. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الأخيرة
رقم 10 من حلقة لقاء الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن مسلم وغير مسلم، فالجن منهم المسلمون ومنهم القاسطون كما ورد في سورة الجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مساكن الجن، كانوا يسكنون في الجبال والصحراء والبيوت الخربة المهجور، وكما ورد في زوائد المسند روى عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والباوردي والحاكم والطبراني وابن مردوية في التفسير من طريق مسلم ابن قطيبية، حدثنا عمرو ابن نبهان، حدثنا سلام أبو عيسى، حدثنا صفوان ابن المعطل قال خرجنا حجاجا فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب فلم تلبث أن ماتت، فأخرج رجل منا خرقة من عيبة له فكفنها وحفر لها ودفنها، فإن بالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال أيكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا ما نعرفه، قال إنه الجان الذي دفنتم فجزاكم الله خيرا، أما إنه كان آخر التسعة الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. اختصارا للرواية أن صفوان ابن المعطل ومن كان معه كانوا في هذا الوقت كانوا يحجون، فمروا على حية تضطرب فماتت أمامهم، فأخرج صفوان ابن المعطل خرقة أو قطعة قماش معه وكفنها ودفنها، فأتى لهم شخص في المسجد الحرام وفاجأهم وقال لهم أيكم صاحب عمرو ابن جابر؟ مين صاحب عمرو ابن جابر؟ فقالوا احنا ما نعرفوش، فقال لهم ده الجان اللي انتوا دفنتوه، ده جان الحياة اللي انتوا دفنتوه ده جان، فجزاكم الله خيرا، وكان هذا آخر الجان التسعة الذين أتوا رسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا نفتكر مع بعض أسامي الجن، اللي هو زوبعة وكان سيدهم، حاصر ابن محملان وهو الذي أخبر قومه بما حدث، عسيم ولحقم وعرفطة وعمرو ابن جابر، ده جان اسمه عمرو ابن جابر رضي الله عنه، جان مسلم. ما نستغربش الاسم، ان شاء الله بإذن الله. دي كانت الحلقة الأخيرة من مسلسل أو قصة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، بداية من استماعهم للقرآن الكريم كما ورد في سورة الجن وسورة الأحقاف في وادي نخل في المرة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتلو القرآن وهو يصلي الفجر في وادي نخل مكان ما بين الطائف ومكة، ثم عندما أمر بالذهاب إليهم وأخذ معه عبد الله بن مسعود في مكة وتلا عليهم القرآن علمهم تلاوته، ثم في المرة الثالثة عندما أخذ الصحابي الزبير ابن العوام في بعد جبال المدينة المنورة في مكان فاضي. وهذا كان قصة لقاء الجن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد بصورة الأحقاف وصورة الجن. لا تنسوا من المتابعة والمشاركة والإعجاب، والتعليقات المفيدة، الإعجاب ليصل هذا إلى غيرنا ليستفيد غيرنا. Don't forget us, follow us, like, share, explore, comments. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.